سمار؟ سمار، أمي عاملة حادث. شو؟ شوفي شوفي يا سمار، هل ماما عاملة حادث؟ معقول؟ ما عم صدق، ما عم صدق. ما قلت لك بيها مستشفائية؟ هلا بنحاكيها. انت منيحة؟ يلا البسي لك شي شغلة. بشير، بشير، سليمان افندي. خير ان شاء الله. بشير، بشير، طلع لي سيارة. خير ان شاء الله. شوفي. الله يستر. ما بعرف. ركود ركود. اهدي حبيبتي اهدي. بشير. بابا شو عم يصير؟ شو صار؟ فيروز خانم عامله حادث، قال وضعها خطير، رايحين على المشفى. لا لا لا، انتظروني انا جاي. ما في وقت يا بنتي. بس بابا انا نهال البسي فورا رح نلحقهم دغري. شو صاير يا خانم؟ قال فيروز خانم عامله حادث. نهال خير، مين عم بعيط؟ ما في شي، يلا روحنا. مدخلين على العمليات، لسه ما طلعت لهلا. والدكاترة شو قالوا؟ قال لازم نكون مستعدين لكل الاحتمالات. وضع سيء هالقد؟ الظاهر ما في أمل. يا الله، الله يستر. لازم سكر هلا. إذا صار شي بحاكيكم. ماشي، إذا صار معي شي خبريني. هي بالعملية مخطرة شي؟ مع الأسف. الله يعينها ويشفيها. آمين آمين. كيف صار مع الحادث؟ ما بعرف لأني ما سألتها. عامل الحادث بسيارتها؟ شو بنا قالت لك ما بتعرف يا بنتي؟ مراد طلع من غرفته هالليلة، ما حدا رح يقدر ينام فينا.